دكتور، ممكن تقول لنا المسج اللي حضرتك بتوجهيها للميديكال سوسايتي في 2018؟ الحقيقة احنا في كل مرة في الكارديو أليكس بحب اختار موضوع جديد نعمل فيه هايلايتنج لنقط تهمنا نقولها للكلينيشن. احنا ككلينيكال باثولوجيست او لابوراتري بيبل بنبقى مهتمين بالاناليسيز والتستنج اوف ذا بيشنت، وفي معلومات كتير ما بيبقاش الكلينيشن اوير بيها. فالجديد السنة دي اللي حبيت اعمل عليه هايلايت اللي هي البوبوليشن بتاعت البيشنتس اللي بيلو 50 years وبيجي لها كورونري هارت ديزيز. فالبوبوليشن دي بنهتم بيها ليه؟ لان الموربيديتي والمورتاليتي فيها عالية، though it is rare ان البني ادم يجي له كورونري هارت ديزيز بيلو ذيس ايج، but it is a condition وفيها underlying conditions ما هيش موجودة في الاولدر بوبوليشن. ده الاويرنس اللي نحب نعمله. من الحاجات اللي هايلايتد او لها اهميه ان ممكن يبقى في underlying ديزيز بيعمل هاي ريسك ان ذس بيشنت ديفلوبس كورونري هارت ديزيز، زي كونديشن اسمها انتي فوسفوليبيد سيندروم. انتي فوسفوليبيد سيندروم ده ممكن يبقى اسوشيتد مع سيستميك لوبس او روماتويد ارثرايتس اور برايمري without a primary disease. الانتي فوسفوليبيد سيندروم بيعمل ثرومبوزس، بيعمل جلطات و ريبيتد ابورشن. فالت واز فاوند ان في جينيتك سكورينج، سوري مش جينيتك سكورينج، الجلوبال سكورينج بتاع الانتي فوسفوليبيد سيندروم لما دخلوا عليه الكارديوفاسكولار ريسك فاكتورز بقى فاصبح اسمه الادوبتد جي اي بي اس سكور، بقى بريدكتيف للهارت ديزيز. فالناس اللي عندها هاي سكور بقى عندهم 2.4 فولدز ان يحصل لهم هارت ديزيز عن الناس اللي ما عندهمش السيندروم ده. كمان الجينيتك سكورينج، يعني في جينيتك ابنورماليتيز موجوده في سيرتن جينز ريليتد، مش بقى ريليتد للال جي ال ريسبتور اللي هو ده حاجة مهمة انه بيتعامل مع الال جي ال كوليسترول. لقوا ان الهاي سكور بيبل اللي عندهم previous cerebrovascular او peripheral thrombosis thrombotic events في higher risk they develop coronary heart disease. الحاجة التانية ان احنا الجينيتك ستاديز مهمة قوي، في الجينيتك ستاديز ان يبقى في ابنورماليتي في الدي ان اي في سيرتن جينز، او في كمان مجموعة من الجينيتك ابنورماليتيز اسمهم الابي جينيتكس اللي هي الدي ان اي از نورمال بس اذر ثينجز ار ابنورمال زي انكريست ميثايليشن في النيوكليك اسيدز. فالستادي بتاع الجينز ده افادنا في كذا حاجة، ان احنا اولا الجينيتك ميك اب بتاع الفاميليار هايبركوليستروليميا بيساعدنا في الكونفيرميشن اوف ذا دايجنوزس اند بريفنشن او ايرلي سكريننج للريليتيفز. وي سبوت اوت الريليتيفز ذات مي هاف هايبركوليستروليميا ايرلي اون. كمان الجينيتكس نفعتنا ان احنا نشوف الجينيتك ابنورماليتي ويعملوا ديفلوبمنت لدراجز ذات ويل امبروف التريتمنت. دراجز اللي هي فعلا في مجموعه دراجز طلعت بناء على الابيجينيتك ستاديز دي بتقلل ال جي ال كوليسترول بنسبه جامده جدا، واتكلمنا النهارده على ستاديز كتير عملت الشغل ده. الحاجه الثانيه اللي احنا طول عمرنا متعودين ان احنا لما نعمل ايفالويشن للليبيد بروفايل بتاع العيان بنخلي العيان يصوم 12 ل 14 ساعه، لكن لقوا ان هو it is not significant ان احنا نعمل الصيام، ممكن نقيس without fasting كسكرينينج مش كحد اوريدي متشخص وبياخد علاج يوطي الكوليسترول. ففعليا احنا بنعمل مجهود ما هوش مش محتاجينه، وده برضو كذا استادي اثبتت الكلام ده ان احنا ممكن السكرينينج اوف بيشنتس especially الشيلدرن الديابيتيك بيشنت، عيان داخل بكارديوفاسكولار ايفنت مش لازم ممكن اعمل له الليبيد بروفايل، ات از نوت سيجنيفيكنتلي ديفرنت عن ان انا اصومه.
واكشولي الوضع الطبيعي لاي بني ادم ان هو مش فاستنج، يعني معظم ساعات اليوم هو واكل مش فاستنج. فالريفلكشن بتاع الليبيد بروفايل في النون فاستنج اقرب للواقع من الفاستنج. الفاستنج نستعمله اكتر لو البيشنت اوريدي عنده فيري هاي تريجليسرايدز، ما ينفعش نقيس له نون فاستنج. عايزين نمونيتور ثيرابي، وي كان دو ات بالفاستنج على اساس احنا وي ار ستاندردايزنج ذا كونديشن اوف ذا بيشنت. مهم قوي برضو، احب دايما افكر الكارديولوجيست ان انا في حالات الانتي فوسفوليبيد سيندروم احنا بنشخص لابوراتوري، يعني بارت اوف ذا جايد لاينز اللابوراتوري تيست اللي هم 3 تيست، اللوبس انتي كواجولان، انتي كارديوليبين اي جي جي ان اي جي ام، والانتي بيتا 2 جلايكوبروتين. لازم اقيس لو طلع واحد منهم او اي عدد منهم بوزيتيف، it is not enough ان انا اقول العيان ده عنده السيندروم. I have to repeat the test after 12 weeks again. لو لسه positive يبقى ده definitely positive. ليه؟ لان ساعات بيحصل spike كده ان الـ factors دي تعلى بس ترجع تاني للنورمال. ده مش true positive. مش continuously. فلازم يبقى continuously positive on two different occasions with 12 weeks apart. يعني ده الـ كان المين كونسيرن اللي كنا بنتكلم فيه النهارده على اليانج كورونري هارت ديزيز ان ذا يانج. ميرسي جدا لوقت حضرتك يا دكتور.